ازاي ازاي نرمين الفقي الحلوه القمر تحب حزلقوم؟ لا ما هو يعني هو حزلقوم عموما غير متوقع يعني هو دايما لا 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 ده اللي اتقال عليه نهار اسود ولا نهار اسود لا هو بقاله نهار اسود فعلا بقاله مده مفاجئنا يعني عموما يعني هو راجل حظ حلو يعني في كذا واحده حلوه يعني يعني ماشي شفنا شيماء سيف حلوه برضو يا شيماء انت عارفه انا بحبك بس يعني وبعد شيماء كان في مين؟ كان في برضه اسماء جلال اسماء جلال قمر برضه وبعد ونرمين الفقي يعني لا بس هو كده يعني هو حزلقوم دايما بتكتشف ان هو انتج افلام عالميه مشارك في محافل دوليه يعني هو دايما مش متوقع اخره فين فبرأي يعني عادي بتشيل له حاجه من خاطب جينيفر لورنس الفكره بصراحه غريبه جدا انك تجيب نرمين الفين تبقى بتحب حزلقوم وبعدين انا معايا على التليفون النجمه نرمين الفين يا نرمين مساء الخير ازاي تحبي حزلقوم ازاي كل سنه وانت كل سنه وانت طيبه حبيبتي ويعني والامه العربيه كلها بخير ومساء الخير استاذ مصطفى وكل الشباب يعني ازاي تحبي حزلقوم ازاي ازاي يعني ازاي نرمين الفقي يعني ملكة الجمال تحب حزلقوم ده طب زميلتك مش حزلقوم يتحب برضو يعني مش عارفة انا باكد المعلومة الشباب كلهم قاعدين منهارين اصلا ممكن السيزون الجاي تحب نفادي ازاي بتقول ايه السيزون الجاي تحب نفادي عادي بقولك بيقولك اهو نفادي بيقولك ممكن السيزون الجاي تحبي نفادي هيغمس برضه وهيلبس الباروكه المسحلله يعني قوليلي انت لما جالك دور الدور ده في الكبير يعني يعني احكي لي مشاعرك قبلتي ازاي وكنت ترند طبعا في الوقت ده يعني احكي لي على الدور والله انا لما اساسا يعني من اول الفكره خالص طبعا ميرسي جدا لشركه سينرجي واول ما شرحوا لي وقالوا لي ان انا طالعه كذا انا مبدئيا ضحكت يعني انا تلقائيا ضحكت يعني ده في حد ذاته اعتبرته نوع من الكوميديا واتبسطت قوي بالرغم اني عمري ما طلعت ضيفة شرف في حياتي لكن مبدئيا انا ما اقدرش الشركه قدمتني تقديمه قويه وجميله السنه اللي فاتت ان انا اقول لهم لا والحقيقه هم السنه دي حسسوني ان انا كانهم عملوا لي مسلسل في رمضان بعد الترند اللي حصل يعني ما فيش هم مشهدين ثلاثه وكنت مكسره الدنيا لانه كاتب حلو يعني استاذ مصطفى كان كاتب حاجه حلوه قوي وعلى فكره كتابه واخراج وتمثيل عمل كوميدي ده في غايه الصعوبه والعمل كله على بعضه من اوله لاخره بدايه طبعا من احمد مكي وانا كتبت يمكن على الانستجرام والفيسبوك انه ما قلتش غير انه نجم موهوب بجد طبعا لكن كل الكاست حاجه جميله تحسي انه كلهم بيلعبوا بينج بونج يعني محمد سلامه رحمه وجمالها كل الكاست يعني الحقيقه مدير تصوير هايل مخرج هايل كتابه هايله في تلقائيه في روح حلوه في اللوكيشن انا كنت مبسوطه على فكره جدا وعلى فكره مش احنا بنقول يمكن عملت مشهدين ثلاثه ده فيهم يوم قعدت 27 ساعه عشان بس نعمل يعني يمكن مشهدين فالموضوع ما كانش سهل بس كان ممتع جدا 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 طيب نرمين يعني عجبك الكوميدي يعني حبيتي بقى فكره الكوميدي قوي فوق ما انت ممكن تتخيلي مصطفى كمل بقى الايه الموسم الجاي هما دلوقتي كله بيعربن مع الكاتب ومع جندي ان في سابع فكل واحد بيظبط دوره يا نرمين لا ما انا خلاص بعد كده حبيت الكوميدي لانه في المسلسل هنا بالذات انا اوريدي متابعه جدا لمسلسل الكبير لانه جميل جدا محترم جدا بيطلع منك الضحكه بتلقائيه ما بيحطش الافيهات التقليديه اللي احنا عارفينها في كل حاجه حلوه بجد والكاست كله متكامل وجميل قوي يعني الحدوته كلها حلوه انا شخصيا واحنا قاعدين في وسط ما احنا بنقعد نتكلم ساعات كنا بنرتجل في حاجات لطيفه ولما طلعت حلوه قوي فبجد كانت انا بالنسبه لي تجربه جميله قوي وانت بتتفرجي بقى يعني ضحكتي بقى وانت بتتفرجي على كل يعني ضحكت ده انت طلعتي مفتريه ردود الافعال كنت سعيده بردود الافعال يعني في كل حته ردود افعال كانت
تجنن بجد، فرحانه قوي قوي. واحنا الحقيقه انبسطنا، اولا كانت مفاجاه غير متوقعه. خليني اقول لك يعني ممكن شخصيات كتيره بتبقى شكلها لابسه الدور، لكن يعني حزلقوم يحب نرمين الفئه صعب، وده نرمين الفي بتحبه هي بتحبه ودايبه فيه وبتغير عليه وبتقول له جيت الساعه كام. ايه يا جماعه في كمان، وانا بقول له ما تروحش الجيم وانت لابس بنطلون، انا مش عايزه السيقان تبان، يعني عايزه السيقان ما تبانش. انا مش عارفه ما ضحكتيش ازاي، انت ضحكتي. طب وانت بتمثلي؟ احنا بنمثل. لا طبعا، واحنا بنمثل انا غصب عني احنا اتنين ضحكنا وانا ضحكت طبعا. لا ما قدرتش يعني، عملنا ستوب وكملنا تاني لان بجد كوميدي. طبعا. والحته بتاعت انت مش خايفه من التماثيل لا تتلبسي، فقمت رده تلقائيه بقول له ايه، لا انا مصاحباهم على فكره، ده استاذ احمد الكندي اللي خلانا نعمل كده. لا 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 انا بقعد واتكلم معاهم ومصاحباهم، يعني طلع يا حرام استنجل لينا خالص. انا عايزه اشكرك، انت امتعتينا يعني، صحيح كان مشهد ولكن استمتعنا، كان يعني كان ظهور مهم جدا في الكبير ومفاجئ، بس الحقيقه انك انت امتعتينا وضحكتينا جدا. ميرسي ميرسي يا لميس، وانا كمان سعيده ان انا يعني اشتركت في عمل محترم وجميل بالشكل ده ومن الاعمال الناجحه جدا، فده ده شيء يسعدني، والحمد لله انه في الاخر كان في صدى جميل جدا جدا لله. جدا، وبتمنى لهم دايما النجاح والتوفيق. شكرا، بشكرك، وكل سنه وانت كل سنه وانت طيبه حبيبتي، وكلكم طيبين وبخير، وانت طيبه، مع الف سلامه، باي باي.